صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة الحد 13 نوفمبر 2022، وبالتاريخ ده كده تحديدا يبقى عدى أسبوع، عدى 7 أيام على انطلاق مؤتمر المناخ. كانت مصر على قدر وثقة أشاد بيها العالم كله من خلال التنظيم والتنسيق اللي بيليق بحجم الدولة المصرية والمشاركة الفاعلة والفعالة من قادة ورؤساء دول العالم، وأيضا من خلال الفعاليات والجلسات اللي بتناقش كل ما له علاقة بتداعيات تغير المناخ وتأثيراته السلبية. امبارح كانت الجلسات أو الفعاليات مخصصة ليوم التكيف والزراعة، وده خامس يوم من الأيام الموضوعية اللي حددتها رئاسة المؤتمر ضمن رؤيتها لمناقشة قضايا المناخ، وكمان مناقشة تحديات المواجهة وحلول التكيف والتخفيف من أثار حدة هذه التغيرات المناخية. وخلال الفعاليات امبارح كان في 12 جلسة رئيسية، تم إطلاق أيضا مجموعة من المبادرات زي مبادرة حياة كريمة لإفريقيا اللي بتستهدف تحسين نوعية الحياة في 30% من القرى بحلول عام 2030، وكمان كان في مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام. هنا مش بنتكلم على مشروعات زراعية أو مشروعات اقتصادية ذات بعد اقتصادي أخضر، لا، هنا بنتكلم على استدامة زراعية. المبادرة دي تحديدا بتستهدف زيادة مساهمات تمويل المناخ وتوجيهه لقطاع الزراعة تحديدا والأنظمة الغذائية في الدول النامية وتحقيق الأمن الغذائي في إفريقيا. وهنا بنتكلم يا جمانة على ملف وغاية في الأهمية، وفكرة ملف الأمن الغذائي لأنه أصبح بعد من أبعاد الأمن القومي تحديدا مع الأزمة الأوكرانية الروسية. صحيح يا أحمد، وفكرة كمان إن إحنا كمواطنين بيهمنا يمكن من ضمن القضايا اللي بنبقى حابين إن إحنا نعرف عنها أكتر. صحيح. هي القضايا اللي بتمسنا إحنا على كمواطنين على أرض الواقع، وتحديدا هذا الملف اكيد بيمس كل مواطن موجود. يمكن من ضمن الحاجات اللي بتقلقنا انه ملف الامن الغذائي. طيب يجي سؤال مهم جدا، ازاي التغير المناخي ممكن يؤثر على الامن الغذائي؟ بمنتهى البساطه، التغير المناخي وارتفاع درجات الحراره، البرد الشديد، الفيضانات، كل دي عوامل بتؤثر على جوده المحاصيل، كمان بتؤثر على الاراضي الزراعيه نفسها وبتحولها لاراضي بور، وده اللي بيطلق عليه التصحر. آخر تقرير لليونسكو قال إنه التصحر بيؤدي لخسارة 40 مليار دولار كل سنة في المحاصيل الزراعية. طب مصر عملت إيه تجاه هذا الملف تحديداً؟ مصر حقيقة انتبهت لخطورة الملف ده من بدري قوي، وبدأنا إن إحنا نطور أساليب الري في الأراضي القديمة في الدلتا عشان نعالج مشكلة جفاف التربة. على سبيل المثال كمان اشتغلنا على مشروعات زراعية كبرى عشان يكون عندنا توسع في المساحات الخضراء وإنتاج أكبر قدر من المحاصيل الزراعية، ونقدر إن إحنا نحقق أمننا الغذائي من غير ما نعتمد على أي حد آخر. إن زي ما تابعنا مع حضراتكم، مش بس فكرة تغير المناخ اللي بتؤثر على الأمن الغذائي، لكن كمان في ظروف أخرى ممكن تؤثر على الأمن الغذائي زي ما تابعنا خلال جائحة كورونا، زي ما حاصل دلوقتي بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وعوامل كتير جدا يمكن ما تكونش في الحسبان بتطلع مفاجأة، فلازم إحنا كمان نكون محضرين نفسنا، وده اللي الحقيقة الدولة المصرية عملته من خلال خطوات استباقية في هذا الملف تحديدا. على أي حال بنصبح على حضراتكم مرة تانية، خلينا نبدأ معاكم حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير واستعادة عليكم، صباح الخير يا مصر.